أكد ميم عبد الرازق المدير الفني لفريق نادي سموحة أن الفوز بثلاثية نظيفة على المقاولون العرب يعتبر بداية جديدة له مع الفريق، وشدد على أن شخصية سموحة عادت مرة أخرى والقادم سيكون أفضل. اشتغلت يوم الخميس، بعد تاني يوم للعبة اللي متمرنتش، تاني يوم يوم الجمعة الحمد لله صممت عملت التمرين اللي أنا عاوزه، إزاي بالنسبة للعبة توقف، إزاي اللعبة تشتغل، واللعبة اللي أدت الحمد لله وربنا أكرم طبعا بعد مجهود، لأن أنا كنت في الماتش الاتحاد 4 أيام كنت بمر بظروف صحية، والمدير الفني طبعا اللي فات بشكره بالنسبة له، إنما الحمد لله النهاردة الفرقة لها شخصية ولها منظر الحمد لله، ده بالنسبة لي يعني. والنهاردة 3-0 على فريق عريق زي المقاولين، مفاجأة الدوري، فالنهاردة سموحة الحمد لله بدأت ترجع، فالسيستم اتطبق حتى في الماتش، في آخر الماتش أنا بدأت ألعب 4-1-4-1 بالنسبة له، وبدأت ألعب بعد كده 4-3 ديفندرات عشان أقفل الهجوم الكاسع، إنما ضربة الجزاء برضو اللي اليوم غيرت مجرى المباراة. أنا بشكر اللعيبة لأن اللعيبة رجالة، كان في النهاردة نجوم عندي بيقاتلوا وعندهم شخصية وعندهم روح، بدل أنت قدرت توصل ليهم ان هم يلعبوا بالحماس والروح ويغيروا النهارده المجرى بتاعهم، لان كنت النهارده عنق زجاجه، الفرقه كلها بتكسب، الفرقه كلها بتكسب، فانت النهارده اتنطرت نطره، واللي جاي باذن الله يبقى احسن، انا موجود انا مش موجود انا تحت امر نادي سموحه.